بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك المن أن تفضلت علينا ووفقتنا لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وزيارة أبي الفضل العباس روح له الفداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة ومباركة. مبارككم أيها الأخوة والأخوات. هذه الليلة فيها ولادة منقذ البشرية صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد. نسأل الله بحق مولانا أبي عبد الله الحسين بحق إمامنا المظلوم صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء أن يعجل فرج المولى صاحب العصر والزمان أرواحنا الفداء بهذه الليلة المباركة ليلة ولادة المولى صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء. ونحن في أشرف بقعة بين الحرمين متوجهين إلى زيارة المولى أبي عبد الله. لكم منا خالص الدعاء والزيارة إن شاء الله. الله يوفقكم ويرعاكم. أسأل الله بحق هذه الليلة وبحق المولى أبي عبد الله الحسين بحق إمامنا المظلوم صاحب العصر والزمان الغريب أن يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية والسلامة إن شاء الله ويرفع هذا الوباء بحق محمد وآل محمد. في هذه الليلة طلب أخوي من كل الأخوة اللي يشاهدون البث المباشر أن نتوجه بقلوب صادقة إن شاء الله ونيات صادقة قلوب طاهرة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وتضرع بتعجيد الفرج للمولى صاحب العصر والزمان أرواحنا. أسأل الله بحق مولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يرفع هذا البلاء وهذا الوباء بحق محمد وآل محمد إن شاء الله. متوجهين إلى زيارة المولى أبي عبد الله الحسين إن شاء الله لكم مني خالص الدعاء والزيارة. نصف من شعبان أفضل الأعمال زيارة المولى أبي عبد الله. إن شاء الله أنتم معنا سوف نشرككم إن شاء الله بالدعاء والزيارة بالنيابة إن شاء الله. الله يوفق الجميع يحفظكم ويرعاكم بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الله الله عليك يا مولاي يا أبو عبد الله. أحبتي الله يوفقكم ويرزقكم إن شاء الله. الله صل على محمد. أخوي أنا أبث لكم هذا البث المباشر حتى تشوفون المقام الطاهر والقبة الطاهرة وتزورون إن شاء الله. الله يوفقكم بحق محمد وآل محمد. إن شاء الله راح نقرأ الزيارة من داخل الصحن زيارة الشعبانية وأنتم معنا إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد ما بثيت ولا شيخنا نقرأ الزيارة نزور حق رحمة هنا حتى نزور الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقام وقبر المولى بالفضل العباس باب الحوائج إن شاء الله لكم منا خالص الدعاء والزيارة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. خلينا نقرأ الزيارة أخوي خيركم جوا نكمل دعيتنا هاي بعدين نجي نزور هنا نكمل. أقول لي أول مرة نطب ونزور نكمل أنت ودعيتنا ونجي هنا نقعد نزور الزيارة مباشرة. حتى أول مرة نكمل زيارة بيت بس مباشر ونزور اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله
بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبرعاية المولى ولي نعمتي صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، لن ننساكم إن شاء الله في هذه الليلة المباركة من الدعاء. كل الأخوة اللي يشاهدوننا على البث وكل اللي سألونا الدعاء، وبالنيابة عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، كلكم إن شاء الله في هذه الليلة معنا في الدعاء والزيارة. نقرأ الزيارة إن شاء الله بعد نتشف الدقائق نصف ساعة أو أكثر، وأنتم معنا إن شاء الله بحق محمد وآل محمد إن شاء الله. أسأل الله بحق أبي الفضل العباس وبحق مولاي الحسين المظلوم أن يرزقهم أخوتي أخواتي زيارة الإمام الحسين بالقريب العاجل إن شاء الله، وينتهي هذا الوباء بركة محمد وآل محمد إن شاء الله، بحق محمد وآل محمد. يا الله، ما علينا إلا الدعاء والتوجه لله سبحانه وتعالى بهذه الليلة، الاستغفار، الدعاء للمولى صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء في هذه الليلة، التضرع بخشوع بقلب بنيات قلب بقلب طاهر بنيات خالصة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. الله يوفق الجميع بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بين الحرمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. نسألكم الدعاء، وأنا راح أدخل حرم المولى أبي عبد الله الحسين وأدعو لكم إن شاء الله. الله يوفقكم، الله يرعاكم أحبتي، مستمرين وياكم إن شاء الله داخل صحن الإمام الحسين. نقرأ الزيارة إن شاء الله بحق محمد وعلى محمد. في أمان الله.